لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رميان فاطمة الزهراء سلام عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام قال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له وأيدك بالله يا عبد من الضعف، فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت وانظر إليه، وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقول قال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت أنا من جدك نائم تحت الكساء. وأقول الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا رسول الله، أتعظن لأدخل معك تحت هذا الكساء؟ وقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت الله ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقول وقال السلام عليك يا أمه، وقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت أنا من جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتعظن لأن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام بما قد لا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقول قال السلام عليك يا أنت رسول الله، وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم منك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو وما والديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من يختاره الله، أتعظن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. بابا دي بلن ناري صلوات. قالت فاطمة السلام الله عليها ثم قلت نحو الكساء، قلت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله، أتعاذن لي أن أقول معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتمل جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما بنية ولا أرضا مدخية ولا قونا منيرا ولا شمس مضية ولا فلقا يدور ولا بار يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى وآل بيت النبوة وما دن الرسالة من فاطمة وأبوها وبالها وبنوها.
فقال جبريل عليه السلام يا ربي أطافنا لي أن أهفت إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد كنت لك فهبت الأمين جبريل وأقولنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من أفطار الله إن الله عز وجل يقرك السلام ويخزك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قونا منيرا ولا قونا منيرا ولا شمس مضية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أنقل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أنا أدخل معكم فقال لقد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله يا خبرني ما لجل يسنى هذا تحت الغذاء من الغد عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني من حق نبي واشتفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مولى ما في الأهل الأرض وفي جمع شيئتنا محبينا إلا ونظلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا بابا دبلن ناري صلوات فقال علي عليه السلام إذن والله فوتنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاذ وسعيد ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في ما بين في لأهل الأرض وفيهم شيئتنا وفيهم مؤمن الله وخرج الله هم ولا مقمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال أهلين ذو الله فذنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فاذ وسيد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق آل وأنت العلا وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مریضوں نے شفائے کلی عطا فرما پروردگار میں معصومین علیہم السلام کے صدقے میں جناب سرفراز صاحب کو شفائے کلی عطا فرما اور حضرت عباس نمدار موسیٰ علیہ السلام کا سایہ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ برقرار پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طوفان میں جہاں کہیں بھی محبان آل پیغمبر و شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما اے میرے محبوب زندہ رکھنا تو آل محمد کی محبت میں رکھنا دنیا سے اٹھانا تو محبت اہل بیت کے ساتھ اٹھانا پروردگار امام معصومین علیہم السلام کے صدقے میں ہماری قوم سے غربت اور جہالت کو دور فرما علم کی روشنی عطا فرما ایران کو سربلندی عطا فرما اے میرے معبود محمد و آل محمد کے طفیل میں امام معصومین علیہم السلام کے روضوں کی حفاظت فرما خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما پروردگار امام معصومین علیہم السلام کے صدقے میں شہزادی کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اذائے حسین میں ہم سب کو خلوص فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما امام زمانہ کی معرفت ہم سب کو عطا فرما اے میرے معبود تجھے کربلا کے 72 شہیدوں کا واسطہ اسماعیل سے حسین اور شب داری کے صدقے میں جتنے بھی علی کالونی کے بزرگ دنیا سے گزر گئے ہیں سب کو جوار معصومین عطا فرما پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں اس شب داری کو اس وقت تک قائم رکھنا جب تک ہمارا امام پردہ غیب سے ظہور نہ فرما
پروردگار محمد و آل محمد کے دفعہ میں جو لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں سخنے درہمیں ہر طرح سے جو بھی کسی بھی طرح سے مدد کرے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اے میرے معبود ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین علی ابن حسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد موسی ابن جعفر وعلی ابن موسی محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الصالح علیہم السلام۔ بابا دے فرمان صلوات۔